بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عباد لنا يفقهون حقهم الدينية والتأريخية في الأرض المباركة فلسطين. ما لكيان غاصب من حق تأريخي ولا سند إرثي في الأرض المباركة فلسطين، أرض الإسراء والمعراج. فالعرب الكنعانيون هم أول من سكن هذه الأرض، فانغرست فيها أقدامهم وغاصت فيها أرجلهم، فأثاروا هذه الأرض وعمروها في حياتهم، ووسدت أجسادهم في ترابها عند مماتهم. ولم يكن على ثرى هذه الأرض المباركة فلسطين وقتئذ يهودي واحد. أما حقهم الديني المزعوم في فلسطين فمدحوض دحضا ربانيا في حكم رباني قاطع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله يحكم لا معقب لحكمه. ذلك أنه ما أن أشرقت رسالة الإسلام في الوجود حتى عمدت إلى وضع اليهود على أبواب الإغفال ومشارف الإهمال، تمهيداً لتنحيتهم عن القيادة وعزلهم عن الإمامة. ذلك أن اليهود كانوا ينتفخون شرفاً ويضربون بوصايتهم الدينية على العباد بدعوى أنهم أبناء إبراهيم وحفدته، وأنهم خلفاؤه من بعده وورثته. فجاءت رسالة الإسلام لتؤكد أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء، ووراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس والنسب، إنما تقوم على قرابة الدين والإيمان. فمن آمن بهذه العقيدة من أي جيل ورعاها من أي رعيل فهو أولى بها من أبناء الصلب وأقرباء النسب. فليس بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه صهر ولا نسب. فمن آمن بهذه العقيدة واستقام عليها فهو وريثها ووريث عهودها وبشاراتها، ووريث من طوت عليه من نصر وظفر وعزة وتمكين وحسن مآل. ومن رغب عن هذه العقيدة وفسق عنها فقد فقد حقه في وراثة هذا العهد وبشاراته. وعلى هذا المفهوم العقدي تحطمت دعاوى أهل الكتاب باجتبائهم واصطفائهم لكونهم أبناء إبراهيم وحفدته وخلفاءه من بعده وورثته. فقد جاء قوله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعلى هذا المفهوم سقطت حجة قريش باستئثارهم بالبيت الحرام وعمارة البيت الحرام، لأنهم فقدوا وراثة باني هذا البيت ورافع قواعده، ألا وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال عز من قائل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دمتم بوعي وبصيرة بحقكم الديني والتأريخي في الأرض المباركة فلسطين.